تأكيد الظروف الموضوعية التي كانت تعيشها الأمة الإسلامية ونسبة الانحطاط الاجتماعي والسياسي والثقافي والفكري قد وصلت إلى حد لا يمكن أن تعالج بها إلا أن يضحى بدماء كدماء سيد الشهداء. كيف؟ قبل أن يصل يزيد بن معاوية لعنة الله عليه وعلى أبيه إلى الخلافة، دعونا نقرأ ماذا حصل في زمن معاوية. في زمن معاوية حصلت فواجع إذا قرأناها بدقة ننظر إلى الفجائع التي حصلت في العراق أيام داعش، ربما ننظر إليها باستخفاف على سبيل المثال لا الحصر. وهذه قضية دائما يعني ينظرون إلى القضايا على أنها قضايا طائفية. القضايا ليست قضايا طائفية، وإنما قضايا صراع ما بين الحق والباطل. بدليل طبعا أجبر أبو سفيان على أن ماذا؟ على أن يكون مسلما، لأن حصل فتح في مكة. جاءه رسول الله قال له: يا أبا سفيان قل أشهد أن لا إله إلا الله. أبو سفيان قال: نعم أشهد أن لا إله إلا الله، لو أن هنالك إله غير إلهك يا محمد لما انتصرت علينا، أنت 313 كلك على بعضك وإحنا جيوش جرارة. قال له: قل أشهد أن محمد رسول الله. قال: اعذرني يا ابن أخي، لا زال في قلبي منها شيء. وعندما وصلت الخلافة إلى بني أمية ماذا قال أبو سفيان؟ تلاقفوها، فوالذي يحلف به أبو سفيان، ما يقول والله، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار. إذن أكو ظروف شرك موجودة، أكو حالة من الطبقية، هذه نقطة مهمة. بدل من أن توزع العطاءات بين المسلمين على بالتساوي وبعدالة إسلامية كما فعل في زمن رسول الله، حصل تغيير في العطاءات ما بين المسلمين، إلى حد أن بعض صحابة رسول الله عبد الرحمن بن عوف عندما مات وزعوا ورثته وقاموا بتقطيع الذهب بالفؤوس. إذا أكو حالة من الطبقية الاقتصادية، هذه الطبقية الاقتصادية انعكست على طبيعة المجتمع. هنا حصل انحراف فكري وانحصال، حصل انحراف اقتصادي وانحراف اجتماعي، كان لابد أن يقف سيد الشهداء في عرصات الطاف ويقول كلمة.